انفجرت شاحنة غاز على طريق في جنوب هايتي مسفرة عن 16 قتيلا و40 مصابا أغلبهم في حالة خطيرة. وقال رئيس وزراء هايتي غاري كونيل إن الحادثة وقعت صباحا بالقرب من مدينة ميراغوان الساحلية في مقاطعة نيس، وأعرب عن تضامن حكومته مع جميع الضحايا وعائلاتهم، فيما لفتت السلطات في نيس إلى أن 16 جثة وجدت متفحمة بشكل يتعذر معه التعرف على هوية أصحابها.